طيب خلونا عشان نتكلم عملي. كهربا مش موجود خلاص على المغمض كده، مين موجود؟ حاج مودست. حاج مودست هو اللي موجود اكيد. لا، صلاح محسن اكيد، واحد من الاثنين هو اللي هيبقى موجود. انا باكد لحضراتكم ان كهربا لو مش موجود، بيرستاو هو البديل في هذه في هذا المكان. بيرستاو، ايوه بيرستاو هو البديل في هذا المكان، وده اختيار كويس. ايوه اختيار كويس، وهو نجم الشباك هناك لجمهور سان داونز، دي حقيقه. نشوف. سعيد ان انا موجود، رجعت هنا تاني. اكيد الفرقه، انا الناس اكيد عارفه ان انا لعبت هنا قبل كده، لكن طبعا كانت فرقه مختلفه تماما عن الفرقه الموجوده دلوقتي. انا كل تركيزي بكره ان انا نعمل ماتش كويس، ما يبقاش زي الماتش اللي فات، وان احنا نعمل نتيجه كويسه ايجابيه بكره. نلعب ماتش بكره مع فعلا ناس كتير اعرفها، وجوه مالوفه كتير بالنسبه لي هبقى شايفها بكره، بالذات المدرب انا اشتغلت معاه قبل كده، لكن كل ده بالنسبه لي ورا ظهري. اهم حاجه بالنسبه لي ان احنا نعمل ماتش كويس بكره، ان احنا نكسب بكره. المواجهه مختلفه تماما عن المره اللي فاتت، الظروف مختلفه تماما عن المره اللي فاتت. المره اللي فاتت احنا كنا بنلعب طبعا الفرق الاكبر ان احنا جايين واحنا واخدين كل البطولات زي ما حضرتك قلت، لكن الفرق الاكبر كمان الماتش اللي فات كان في دوري مجموعات، بتبقى الظروف مختلفه عن ان انت ماتش قبل نهائي، الدوافع بتبقى مختلفه والاهداف مختلفه تماما.